تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري جديد. بقدر ما برشلونة عاش فترة عصيبة بسبب قضية رحيل ليونيل ميسي، وبقدر ما كانت تصريحات كوتينيو بعد الفوز مع بايرن ميونخ 8-2 على فريقه برشلونة، يبدو أنه نهاية مسيرته مش مؤكدة 100% بالقميص الكتالوني. فكورونا وقلة العروض المتوفرة وقلة قدرات برشلونة المالية أنه يعزز صفوفه وخروج عدة لاعبين من عنده مجانا، يبدو انها اقنعت الطرفين بحل وسط وهو بقاء كوتينيو لموسم اخر. يوم الجمعة ظهر كوتينيو بصور وهو يتدرب بكل حماس، وجاءت اخبار عديدة بتأيد فكرة انه هالتدريب مش مجرد جلسة وراحت، وجاءت اخبار عديدة بتأكد فكرة هذا الحماس. مثلا صحيفة سبورت الكتالونية قالت: مصادر مقربة من اللاعب قالت انه مستعد للقتال من اجل اقناع كومان باستمراره، ومما يؤكد هذه الرغبة انه اللاعب جاء قبل موعده باربع ايام، فهو كان لازم يرجع على التدريبات في 8 سبتمبر لانه كان عنده اجازة بعد نهائي دوري الابطال. مصادر صحفية اسبانية اخرى جاءت بكلام انه كومان ما بيعتبر كوتينيو لاعب خط وسط مثل انيستا، بل هو بيشوفه لاعب في الثلث الهجومي الاخير، يعني جناح أيمن جناح أيسر أو لاعب خلف المهاجم، خصوصا أنه في كلام كثير أنه كومان حيلعب 4-2-3-1 مش 4-3-3. بس لازم أوضح أنه هذا الكلام كله كان قبل قرار ليونيل ميسي بالبقاء، وبالتالي علينا نعرف أول شيء تأثير بقاء ميسي على خطط كومان، وعلينا نستنى ونشوف فترة التجربة اللي حيخوضها كوتينيو تحت قيادة كومان. طبعا المواضيع ممكن تتغير في برشلونة بيوم وليلة، شايفين في حالة فوضى، في حالة عدم انتظام، لسه مش عارفين وضع لوتارو مارتينيز ولا حتى لويس سواريز، يعني واضح انه في نصف فرصة لكوتينيو، فهل يستغلها ويجعل مسيرته مع برشلونة ناجحة بعد خيبة الامل الكبيرة في البدايات؟ خلونا نشوف.